وينضم إلينا عبر الهاتف مراسل الإخبارية في المنطقة الشرقية أحمد الحمدوش ليضعنا في صورة الأوضاع الميدانية في مدينة دير الزور. مرحبا بك أحمد. مساء الخير لك زميل جلال ومشاهدي الأخبارية السورية. أحمد، معارك عنيفة يخوضها الجيش العربي في دير الزور العربي السوري، أين اليوم هذه العمليات؟ ما طبيعة العمليات التي يخوضها الجيش في المدينة؟ نعم زميل جلال، كان هناك معارك عنيفة يخوضها رجال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة ضد عناصر مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. تركزت المعارك في محيط لواء التأمين، حيث كان هناك هجوم عنيف من قبل التنظيم الإرهابي على لواء التأمين تم التصدي له. أيضا كان هناك سيارة مفخخة كان يعد تنظيم داعش الإرهابي لإدخالها إلى نقاط الجيش العربي السوري تم تفجيرها قبل وصولها إلى نقاط الجيش. أيضا كان هناك استهداف لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في المقبرة، تم القضاء على مجموعة من قبل أبطال الجيش العربي السوري، على مجموعة كاملة كانت تحاول التسلل أو التحرك في محيط منطقة المقبرة. سلاح الجو ينفذ إلى الآن غارات عنيفة ومركزة باتجاه النقاط وتواجدات عناصر تنظيم داعش الإرهابي. تركزت هذه الغارات في منطقة المقبرة ومحيط لواء التأمين، إضافة إلى محيط المطار العسكري ومحيط اللواء محيط الفوج 137، وكبد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد. أحمد، ماذا عن وصول الإمدادات العسكرية لمنطقة لمدينة دير الزور؟ هل تتم يعني هل فعلا وصلت هذه الإمدادات؟ نعم، الإمدادات العسكرية تصل إلى دير الزور تباعا. بالأمس وصلت إمدادات لمدينة دير الزور، وأيضا وصلت إمدادات لمطار دير الزور العسكري عن طريق إسقاط مظلات. تم نجاح الإسقاط ووصول الإمداد إلى مطار دير الزور العسكري. أيضا يوم كان هناك إمداد من قبل الحوامات العسكرية وعمليات الإسقاط إلى مدينة دير الزور، أيضا تم نجاح هذا وصول إمدادات بالكامل إلى مدينة دير الزور. نعم، أحمد الحمدوش مراسل الإخبارية السورية في المنطقة الشرقية، كنت معي عبر الهاتف، شكرا لك.